السوداني حيواجه رباعي خطير جدا. نعم. رباعي خطير جدا اللي هو حيكون عندك هلال سوداني مع مساعد هيس برضو عنده تجارب معانا يعني قبل كده عنده أهداف المنتخب السوداني. في البطولة. نعم. عندنا بغداد ومجاهدة لعب مع المنتخبات الكبيرة. وديل ثنائي هجوم ومن خلفه حاجيك يوسف البلالي صانع الالعاب الهداف صانع الالعاب وهداف في نفس اللحظه وعنده مضرب قوي. نعم. بيحاول بيسدد من خارج خط 18 وعندك ياسين. اللاعب ياسين. نعم. اللاعب المهاري. نعم. والفنان وعندك أميس عيود المزعج جدا اللي. نعم. ممكن لاعبتنا لو ما فطنوا ممكن يرتكبوا عدد من ضربات الجزاء مع أمير سعيود لانه لاعب مهاري من الطراز الاول يعني صراحه دل عشان كده المنتخب السوداني اتمنى انه مثلا التشكيل الصحيح ده دائما انا بركز عليه كثير بديت صح في تشكيلتك الصحيح ما حتعاني في المباراه لكن حاولت تلعب بنظريه حاولت تجازف لانه المنتخب الجزائري بالمناسبه من المنتخبات المرشحه للفوز باللقب ده كاسم بالذات وفي مجموعتنا حتى المنتخب انا اليوم تابعت المؤتمر الصحفي لمدرب المصري وكابتن عمرو السليه قائد المنتخب فلما نتكلموا كانوا بيقولوا احنا بنلاقي المرشح الاول يعني مش هيقولوا الثاني كمان الاول في البطوله فدي دلاله على انه المنتخب الجزائري طبعا كعبه عاليه يعني. نعم. لذلك والرباع اللي انا ذكرته وديل رباع يجهزوا اي مدافع ناهيك انه دفاعنا اللي لو كل مره يتولف. نعم. انا اتمنى انه ما يكون في توليف يتم الاختيار بعنايه اللاعب الجاهز اكثر اللاعب جاهزيه يدخل التشكيله بدون اي مجامله لانه المباراه دي ما بتستحمل انه اي مجامله ولا فلسفه لانه انت حتلاقي لعيبه من أنصاص الفرص بيغتنموا فرصه فالمشكلة بتكون كبيرة جدا يعني طيب منتخب كبير كابتنين كيف ترى